اعتقلت الصدق يا لالي وانضم واتشحشح على البالي راعي راعي الاقصى الجر الونه 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 الماضي دايم بفن عادل وقاضي من كلامه وهد سيول بياضي محلى قديم برسمه برياضي قول الحاسد وذا قلت لنا خطفنا على ناس ما يقصروا ما يقصروا علامة ما تمشين يا ونيه في حل مسلمه ونيه اي نعم اي نعم يوم لام دارات دارينا كان تطلع عمان دارينا نابها العمان ما يقصرون تلام عاشهم ترش يوني تهيئ شوف انت مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وحلقة متجددة من نديم الماضي هالمرة احنا في ولاية جعلان بني بو حسن بالمنطقة الشرقية دائما نقول بعد الفاصل واللغز وراجعين نديم للماضي نديم للماضي واللغز هاتولة تفسير مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وفي لغز جديد لغزنا الليلة يقول أوصف يمل واقف بلا روح رفع ثقل متهامات لنديم الماضي سر ما يبوح هاتوا لنا تفسير الأبيات لنديم الماضي سر ما يبوح هاتوا لنا تفسير الأبيات نديم الماضي سر ما يبوح هاتوا لنا تفسير الأبيات أوصف يمل واقف بلا روح رفاعه أثقل من التهامات نديم الماضي سر ما يبوح هاتوا لنا تفسير الأبيات أوصف يمل واقف بلا روح رفاعه أثقل من التهامات نديم الماضي سر ما يبوح هاتوا لنا تفسير الأبيات هذا هو اللغز مثل ما سمعتوه اللي بده يعرف الحل يتابعنا للآخر نوح فغيا بك
ايش ابرز الفنون اللي موجوده هنا معكم تسووها دائما؟ يعني ابرز الفنون اللي الرزحات. الرزحات. الرزحات يعني قصافيات. وميدان. همبل. ميدان الحين ميدان او ايش بقول لك؟ ما بيو بقول. ما بيو بقول ميدان. ميدان الحين من عدم معنى ما فهم هذا. ما ينقام؟ ينقام يعني عقب زمان صوف يعني شو اسمه لكن ما بيو بقول. ما بيو بقول. اول حنني كل اسبوع يصيحوا عن الشياب. هين استوي اول؟ هني في غرب احصن اي حاجه. وفي اثنين يعني مكانين في واحد من يرد. غير الرزح وميدان؟ شيء ينبم هني؟ شيء ينبم وشحشح. اي نعم. وزلف هذي اللي قال بهني مو زلف اللي طالع فن هني ما عم كذي وحنا وقليل ما نصدق فيه نمشي نتسمع ودي زين يشيلوا اياها الشباب لكن القديم هو الرزح وميدان و... نعم نعم بن عبادي شيء الرزح هو جسمه بن عبادي شيء لكن اكثر عادل بن عبادي الوادي في الوادي وادي بن خالد اي نعم ما ينهني وايد بن عباد اني ما عمهم بهم وكذي قال يقول هني يقول وحشاني هني منصور هو لكن هني معني هو هني مقيم كان مقيم هني مقيم نفرش عليهم ولا هالصور ونمسوا معني وتلاقوهم عيني الماحت في الميرة عباط شي يا بولادي ولا بعياني وحايبه عيني الماحت في الميرة عباط شي ويا بولادي ولا بعياني وحايبه يلي يلي من هاللي قاو يا عيلي ليله يا كل عانو يا عيلي ليله وكانت فاقك في الميره بس شي يا وليدي لا بنعلق ولا بياني وحيبه عيني المحت في المرابط شيء زين ويا ابو ولدي لا بن وحيبه يعني لبن وحيبه شوف عيني المحت في المرابط شيء ويا ابو ولدي ولا بن وحيبه يقول من هلق ويا علي الليل وياك العن ويا علي الليل كانت فوقك في المرابط شيء لا بنعلق ولا بن وحيبه اسمي ملح عايشه أنشد الولد مع ملاقى ريال مع ملاقى ريال ووحي ومع الناس واحبهن انزين فولك حم هناك يو فايل والله أكبر عليك يا فايل عليوي بطل مع ملاقى ريال يقول بشيف ونصلتين واحبهن يقول كيف أنت ما تكسل الريال ها انزين في المرابط يقول هناك هناك أنشد الولد مع ملاقى ريال ريال وأوحي ومع الناس واحبهم فايل فولك حم هناك يو فايل والله أكبر عليك يو فايل عليه ويبطل مع ملاقي ريال شيه ونصلتين واحبهم هواكم ولا قصيد وليهني بضربك على الكف وراح هواكم ولا قصيد وليهني بضربك على الكف وراح
واكم ولا قصيد وليني بضربك علي الكف وراح احسن لينك ويتوليني يا عيوني منين المعاشاتي والرأي ودوزير ذي هواكم والقصيد واللهني بضربك على الكهف والراحة أحسن للكويت واللهني منين المعاشات والراحة ودوزير ذي ودوزير قلت لنا أقول له قلتوها في الكويت في الكويت قلت لنا أقول له خطفنا عليه ناس ما يقصرون علامك ما تمشين يا ونجي يوم لام دارات دارين وكان تطري عمان دارين ناضح العمان ما يقصرون ترى معاشهم ترى شيوني مبلغ الكويت الرزق في كل مكان يقول هواكم والقصيد واللهني بضربك على الكف والراحة والراحة يردك يردوها يوم ثلاث مرات هواكم والقصيد واللهني وبضربك على الكف والراحة حنحصل لنا كويت واللهني منين المعاشات والراحة إذا قلت له قلت له أني خطفني على ناس ما يقصرون ما يقصرون علامة ما تمشين يا ونية في حرم سنة ونية يوم لام دارات دارينا كانت تطري أعمال دارينا ناضح العمان ما يقصرون ترى معاشهم ترى شيوني تهيئ قلت له اسمع انت غزالا خطف عصري غزالا خطف عصري جوب الحين انزين غزالا خطف عصري ضربني بتفقه مغربي غزالا خطف عصري ضربني بتفقه
مغربية ولا ابني بتفقة مغربية ولا حيد النفاع الخطية حق ولا ابني بتفقة مغربية ولا حيد النفاع الخطية بغني وبخلص النية واني سالمة ما تهون علي ومن يوم مدلوك شاروها لكن لاحنة غير لاحنة ويا غزة لنخطف عصرية غزة لنخطف عصرية غزال خطف عصرية ضربني بتفقى مغربي وهو الله الغالي يؤذن يعني كسر يؤذن غزال خطف عصرية وغزال خطف عصرية غزال خطف عصرية وضربني بتفقى مغربي وهو الله الغالي يؤذن وضربني بتفقى مغربي ضربني بتفقى مغربي ضربني بتفقى مغربي ولا حيد نيفع الخطي وهو الله الغالي يؤذن ضربني بتفقى مغربي ضربني بتفقى مغربي ضربني بتفقى مغربي ولا حيد نيفع الخطي وهو الله الغالي وبغاني وبخلصني وبغاني وبخلصني بغاني وبخلصني واني سالم ما تهون اي مكسور واني سالم ما تهون لا واني سالم ما تهون ويصيح الطبل شيء على كسر هذه هذه ابني مال 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 قبلي يعني قديم قديم مال خيام قبلي سامعنها هذه سامعنها وخاف في هذه اكثر أنا عندي أحبة يا أحبة سمينة أذكرك باللي مضى عاد حلو 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 وايد لنشع تطرب لها يوم تخلف يعني اجتماع عرب ايه؟ وحريم يعني فيها يدقك هو اسمك حق ايه لا لا كيف قال؟ رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين لحل لغز الليلة واللي كان يقول أوصف يمل واقف بلا روح رفاعه أثقل متهامات نديم الماضي صر ميبوح هاتوا لنا تفسير الأبيات هذا هو اللغز أما الحل فهو مرفع المصحف الشريف نلتقيكم بالغد وحياكم الله. سلام الله.
وصلنا معكم إلى ختام نديم الماضي واللي كانت حلقته اليوم من ولاية جعلان بني أبو حسن. انتظرونا بالغد حلقة جديدة. مسوا بالخير كل عام وانتم بخير. شوف انت طبل رحماني والكاسر المروان.